بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدنا الكريم أهلا بحضرتك في هذه الحلقة الجديدة. دائما نسأل الله تعالى النصر لإخواننا المظلومين المضطهدين في فلسطين في لبنان في عموم بلادنا الإسلامية. يا رب إن شاء الله النصر لهم ويلهمهم القوة والصبر ويرحم شهدائنا الأبرار لا سيما شهداء المقاومة وسماحة السيد حسن نصر الله وبقية شهدائنا الأبرار أسكنهم الله فسيح جناته وألهم ذويهم وألهمنا جميعا الصبر والسلوان وعان الله وشافى وعافى جرحى المسلمين وهم تحت وطأة من لا يرحم. نسأل الله أن ينتقم لنا منهم وأن يأخذ بأيدينا إلى النصر إن شاء الله تعالى الشفاء العاجل إن شاء الله للجرحى. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم الضيف الدائم في البرنامج سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سماحة السيد السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وساكم الله بالخير. حياكم الله سماحة السيد. نذكر الأخوة الكرام الأخوات الكريمات المشاهدين والمشاهدات إن شاء الله بعد ربع ساعة من الآن راح يكون المجال مفتوح أمام حضراتكم للاتصال والمشاركة وسماحة السيد هنا للإجابة إن شاء الله على أسئلتكم واستفساراتكم ومداخلاتكم. سماحة السيد حبيت أفهم وأسمع من حضرتك نظرة الإسلام لاعتزاز الإنسان بأرضه ودفاعه عن مقدساته. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال رب العزة عز وجل فرض على الإنسان أن يحافظ على عزته وأوكل كل شيء للإنسان إلا أن يذل نفسه. لا يحق لأي بشر وإنسان الذي أكرمه الله وكرمه لا يحق له أن يذل نفسه بأي قيمة كانت. نعم. ولذلك رب العزة عز وجل في كثير من الآيات الكريمة عندما يتحدث عن المنافقين والمشركين وعموم الكفار يتحدث عن عزة الإسلام وعزة المسلم، أن المسلم لابد أن يبقى عزيزا ولا يحاول أن يذل نفسه بأي شكل من الأشكال. نعم، إن جنحوا للسلم فاجنح له، وأن الله سبحانه وتعالى يدعو إلى التوادد والمحبة والسلام، ولكن كل هذه المقولات الطيبة والمقولات الإيجابية مشروطة على أن لا تكون على حساب عزة الإنسان وكرامته. الله كرم بني آدم ولقد كرمنا بني آدم، هذا التكريم الإلهي للإنسان جعل الله سبحانه وتعالى هذا التكريم من شؤون الإنسان، ولا يحق للإنسان أن يتنازل عن هذا التكريم حتى يذل نفسه إلى الشهوة أو يذل نفسه إلى مطامع الدنيا أو يذل نفسه أمام العدو. نعم. وهذا في واقع الحال الذي يدعو الإسلام العزيز على أنه الاستجابة لله وللرسول، استجابة إلى الحياة السعيدة الحياة الطيبة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. دعوة الله ودعوة الرسول إلى البشرية للحياة، للحياة. أي حياة؟ بلا أشكال حياة العزة. ولا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه عندما خير بين السلة والذلة أبى أن يذل واختار السلة بمعنى الموت. وهذا في واقع الحال في جملة من خطبه صلى الله عليه جاء هذا المعنى، أنه
القتل، القتل أولى والموت أولى من الذلة والعار وأن أكون ذليلا أمام الشيطان والعدو. هذه قضية لابد أن نفهمها بشكل جيد. في حالة واحدة الإنسان يذل نفسه، في حالة واحدة، أي حالة؟ أن يذل الإنسان نفسه أمام أخيه المؤمن. أنا أخوي المؤمن، أخوي اللي هو بالعقيدة والدين والمبدأ والأهداف، صارت عندي بيني وبينه مشكلة، هنا القرآن الكريم يقول ما يخالف، أذلاء، أذلاء على من؟ أذلاء فيما بينهم، وأعزاء على ماذا؟ على الكافرين. هاي العزة على الكافرين لا يعني أن يكون إنسان عزيز على المؤمن أيضا. المؤمن لابد أنه أنا أتنازل إليك وتتنازل إلي، لأنه التنازل والتذلل لبعضنا البعض يحافظ على كياننا بشكل جيد. أما إذا كان الاستكبار وأنا أستكبر عليك وتستكبر علي وأنا أحاول أنه أعتز بوجودي وأنت تعتز بوجودك، هذا راح الكيان الديني والكيان الإيماني راح يشظى وراح على حال يتفرق. المقصود هنا التواضع سيدنا، تواضع نعم. أن أتذلل أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين، بهذا المعنى أنه أنا أتذلل لأخي المؤمن ما يخالف، ما يخالف، هو على حال المسامح كريم. ولكن في قبال العدو هنا ماكو شيء اسمه المسامح كريم، أكو شيء اسمه الحفاظ على الهوية، الحفاظ على القيم، الحفاظ على الشخصية، الحفاظ على شوف عجيب القرآن يعني انصافا حتى الروايات الشريفة أنه التكبر مذموم، مو شكله لا، التكبر مذموم، ورب العالمين يمقت المتكبر مقتا شديدا. وفي روايات يقول أن التكبر ردائي، ردائي، رب العالمين يقول التكبر ردائي، فمن نازعني ردائي أدخلته ناري. يعني لأن تتكبر الله ما يقبله، ولكن التكبر على المتكبر عبادة. ليش؟ يقول أنا ما أقبل المؤمن أن شنو، أن يذلل المتكبر، أنت تكبر عليه حتى تكسر خشمه، وهذه هي في واقع الحال. ولكن أكو نقطة هواي مهمة أرجو هاي النقطة شوي نلتفت إليها، وأعتقد هي جديدة، يعني هذه رؤية، رؤية، رؤية أمير المؤمنين في مسألة الصراع. نعم. أمير المؤمنين عنده حكاية هواي لطيفة، اسمعوا جيدا شبابنا وأعزائنا، وهذه هم انقلوها، يعني هذه اللي أقولها انقلوها لأنه قد البعض ما سامعها. نعم. أمير المؤمنين يقول أنت إذا كان عندك صراع مع طرف، صراع مع جهة، لا تحاول أن الجهة اللي أنت تصارعها والجهة اللي أنت تحاربها تقلل من قوتها. نعم. والبعض شي يقول سيدنا الدواعش مولانا هذول جرذان، الدواعش هذول أصلا مولانا لا شيء، استخفاف بالعدو أنه لا شيء والنمور من ورق، شايفين انت البعض. نعم. أن إسرائيل هذا نمر من ورق. شنو نمر من ورق؟ إسرائيل نمر من ورق؟ نعم. إسرائيل دولة، كيان ممدود بمد قوي من الأعداء، من الاستكبار، وهذا الذي عنده من الخزين التسليح العظيم وكذا، هذا في واقع الحال ليش تستخف به؟ أمير منيش يقول؟ يقول وقت المواجهة لا تحاول أن تستصغر عدوك وتحاول أن شنو تقول هذا لا شيء، استهانة، تستهين به، لا لا لا. احنا نسأل أمير المؤمنين ليش يا مولاي؟ هنا انتبهوا، لماذا لا نستهين بعدونا يا أمير المؤمنين؟ قال استهانتك خلاف الحكمة أصلا، مو صحيح. ليش؟ يقول أنت إذا غلبت العدو، إذا غلبت يقولوا لك هو كان ضعيف، هو كان فاشل، هو كان حسب تعبيرك نمر من ورق، فأنت لما غلبته ما إلك فرد شنو؟ قوة، امتياز. مو امتياز، مثل واحد
هو ضعيف السرعة هذا. فأنت لما تستصغر عدوك إلا لو غلبته فلن تمدح، وإن غلبك تلام. هذا أخي الضعيف شن غلبك؟ أقرأ الرواية وهي جميلة. تفضل. عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: لا تستصغرن أمر عدوك إذا حاربته، إذا صارعته لا تقول هذا لا شيء. مو بعض يقول سيدنا أمريكا إلى بلي إسرائيل إلى الزوال، يوم يومين. بابا تعال يوم يومين شنو الطين؟ إحنا ما إذا قلت تعال يا جماعة نهول العدو، لا، كونوا واقعيين. شوف الإمام شو يقول: لا تستصغرن أمر عدوك إذا حاربته، فإنك إن ظفرت به لم تحمد. ما يصفقوا لك، ما يقولوا لك عافية. ليش؟ هو ضعيف. إن ظفرت به لم تحمد، وإن ظفر بك لم تعذر. على أساس غلبك؟ إذا هو ضعيف ليش غلبك؟ لم تعذر. والضعيف المحترس من العدو القوي أقرب إلى السلامة من القوي المغتر بالضعيف. وهي هذه رؤية أمنية قوية جدا. أنا مختصاصي في الكلام بالأمن، ولكن لا. إمام دخلنا إلى هذا البحث. أنتوا في صراع، لا. اللي في صراع لازم يحافظ على شنو؟ قواعد الصراع. من قواعد الصراع الأمن، اللي الآن التقارير اللي تنشر أنه اختراق العدو لصفوف المؤمنين ضربهم ضربات شديدة، وإلا أجهزة بيديهم كلها تتفجر. شنو يعني أجهزة؟ هاي الأجهزة، هذه أصابع طارت، هذه عيون راحت، كذا 3000 وكذا من الشباب راحت عليها تعوقوا. هذا شنو؟ على أن هناك اختراق أمني. الإمام شي يقول؟ يقول: والضعيف المحترس، يعني أنا اللي ما عندي إمكانيات كما عند العدو كإمكانيات تقنية واستخبارية. والضعيف المحترس من العدو القوي، محترس يعني حافظ على أمنياتي، حافظ على أسراري، عدي ضوابط مهمة فيما يرتبط بالحركة والعمل والكذا. يقول: والضعيف المحترس من العدو القوي أقرب إلى السلامة ممن؟ من القوي المغتر بالضعيف. يعني القوي المغتر بالضعيف هذا مهدد. ليش؟ لأنه مغرور بقوته. لما مغرور بقوته، المغرور بقوته يوم من الأيام العدو يدخل وين؟ وين كان ضعيفا، يدخل من على حال زاوية معينة يقسم ظهرك. فلذلك أيها الأصدقاء، نحن في هذه المرحلة مرحلة مهمة في تاريخ التشيع والصراع بين الإيمان وبين الكفر واليهودية والصهيونية. لذلك على كل مؤمن ومؤمنة أن يحافظوا على وضعهم، يحافظوا على كيانهم. نشر معلومات، تسريب معلومات، وثائق. أنتوا شايفين نشر وثائق، وثيقة على فلان، وثيقة على فلان، هذه كلها تقسم ظهرك يوم الأيام. وهكذا نشر مواقع، نشر صور معينة. لذلك القرآن الكريم لما يتكلم مع المؤمنين يقول: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. حذر، ورد في الرواية: الحذر يقيك الضرر. فلا بد الإنسان يكون حذرا. الإمام الصادق عنده كلمات هواية مهمة في هذا الباب، هواية. يقول هالشكل مثلا: إظهار الشيء يعني بيانه قبل أن يستحكم، قبل أن تتم قواعده كلها، مفسدة له. ليش؟ لأنه أنت لما تظهر مشاريعك بعده ما منجزة وبعده مو قوية، راح العدو يضربها ما يخليها تنجز.
استعينوا على أموركم بالكتمان، هذه روايات، استعينوا على أموركم بالكتمان، كل ما تكون كتوم، كل ما تكون صامت، هذا كلش مهم. أنا قرأت تقارير هالأيام، جاءت تبث تقارير مهمة أنه العدو شلون اخترق صفوف المؤمنين، شلون من التقارير بعض الأشياء اللي إحنا ما تجي بالنا، تدري لا تأتي في بالنا. تقول التقارير على أن العدو من خلال صور الشهداء وأماكن العزاء، يعني أماكن الفاتحة والقرية اللي تقيم الفاتحة أو المسجد اللي يقيم الفاتحة، من خلال هاي العناوين العدو راح تعرف على أقرباء الشهيد وأقرباء الكذا، من خلالهم نفذوا إلى صفوف المؤمنين. شوفوا شقيد العدو من منشوراتنا يستفيد أن يخترقنا. فلذلك هذه الحالة الفيسبوكية وحالة النشر والبث المباشر وتصوير المواقع، هذا كله غلط، واقعا غلط. لذلك الإنسان في زمن المواجهة وزمن الحرب وزمن التحدي والصراع لابد أن يلتزم بهذه النقطة، أن لا نعطي للعدو على حال ذريعة أن يخترقنا ويضربنا من حيث لا نشعر. تعالوا اعرفوا عدوكم أولا، لا تستصغرونه، وثانيا أن تكونوا ماذا، حذرين جدا، لأن الحذر يجعلك قويا وإن كنت في واقع الحال ضعيفا. أحسنتم سماحة السيد على هذه النقاط المهمة وكل ما تفضلتم به، شكرا جزيلا لجنابكم سيد. حياكم الله. إذن على بركة الله نبدأ باستقبال مشاركاتكم إخواني الكرام، أسئلة عامة في كل شيء تحبون تطرحوه. نأخذ أول المتصلين، الأخ أحمد، تفضل يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياتنا لكم ولي السيد، بارك الله فيك على هذا البرنامج. حياكم الله يا أحمد، شنو سؤالك؟ سمحت السيد، يعني إحنا عندنا توضيح، جنابك ذكرت بأن الآن مرحلة حرجة والعدو جاي يعني يحاربنا حرب عسكرية وحرب أيضا إعلامية أمنية. عسكرية هي مبينة، عدو مقابل عدو، أما الحرب الإعلامية جاي نشوفها على التطبيقات. لكن ماكو فد جهة معينة تحاول أنه تفرز البث السام، البث المؤذي الذي يستهدف عقول المسلمين، عن البث الجيد، البث البناء، أو يعني التطبيقات البناءة. يا ريت يعني مثلا وزارة الاتصالات أو ناس أصحاب الشأن أنه يفرزون، يحددون ما هو السيء وما هو الجيد فيما يعرض على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها توسعت. نعم. وأصبحت يعني أصبح من الصعوبة على خاصة الشاب في مقتبل العمر أن يميز ما بين الصحيح من واضح. أخي أحمد شكرا على هذا الطرح المهم، وإن شاء الله تسمع تعليق سماحة السيد على هذا الموضوع. تحياتي لحضرتك، شكرا جزيلا، تفضلوا سيدي. شوف حبيبي أخ أحمد، الشبهة سمي، لماذا سميت الشبهة بالشبهة؟ تقول الرواية لأنها تشبه الحق. الشبهة سميت شبهة لأنها تشبه الحق، فتضيع على الإنسان أن هذا حق لو باطل. فلذلك الإعلام المزيف، الإعلام على حال المؤدلج أو الموجه، في واقع الحال يأخذ لبوس، الإعلام يأخذ لبوس ومظهر الحق ومظهر المظلومية، ويحاول بشكل أو بآخر أن يغير الرؤية الحقيقية إلى رؤية أخرى. أجيب لك مثال كلش واضح، كلش واضح. في حرب صفين بين علي ومعاوية، واضح عندكم الحرب صفين، وهي من أشرس الحروب اللي وقعت في زمن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. زين، لما أمير المؤمنين حاول أن شنو، أن يسيطر على الجيش الشام، ووصل إلى مركز القيادة وهي فسطاط معاوية، فهنا جت الفكرة الشيطانية لعمرو بن العاص. نعم. رفع المصاحف أنه أيها الناس نحن مسلمون، فانطلت الخدعة على مسلمون الكثيرين، تعالوا لنجعل القرآن حكم بيننا، نجعل القرآن حكم، ورفعوا المصاحف.
شوفوا إجراء كلش ظاهرة لطيف، كلش ظاهرة يعني مقبول، ولكن دوافع شيطان. دوافع شيطانية. لذلك أمير المؤمنين رفع كلمة جميلة، إيش قال؟ قال كلمة حق يراد بها باطل. يراد بها باطل، مقاصد شيطانية. فشقد نحتاج إلى بصيرة، شقد نحتاج إلى وعي، أن نميز بين الشيطنة وبين القضية الحقة. تقول سيدنا خل تجي الجهات الرسمية، لا أخي هذا مو شغلهم، لا هيئة الإعلام والاتصال ولا وزارة تلك، مو شغلهم. هذا شغل المؤمن، أن المؤمن كيف يميز. لذلك احنا نرفع فد شعار، شنو رأيكم؟ خلينا نرفع فد شعار، أي شيء يأتي من العدو، أي شيء يأتي من العدو من الجهة الأخرى، سواء كانت صفحات أو منشورات أو أخبار أو عواجل إن صح التعبير، كل ما يأتي من العدو فعليه 50 علامة استفهام. 50 علامة استفهام، أنه هذا أن لا يقبل إلى أن يمحص. هذا النوع من التروي، هذا النوع من الاحتياط في تلقي الأمر من الطرف الآخر، هذا أنا أعتقده فالإجراء توعوي جيد. أحسنتم سمعت سيد. ويانا اتصال من الأخ محمد، أبو محمد، تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والسلام على السيد الجليل أكيد الحسين المحترم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين ويخذل الكفر والمنافقين. اللهم آمين. اللهم آمين. شنو سؤالك أبو محمد؟ سؤال عندي، أنا عندي ابن مختل عقليا سيد. الله يطول عمره. إيه مختل عقليا، وعنده والدته تأخذ راتب معين وهو يأخذ راتب. هو يأخذ راتب عمره 16 سنة يعني، وعنده أخوان هم يعينونه يعني، تعرف والدته ما تقدر نفاد، فيأخذون للتوالية ينظفونه وهاي. فهذا يعني الراتب اللي يستلمه ماله أقدر أطيب إلا الأخوان سيدة. شكرا، واضح إن شاء الله تسمع الجواب. أبو محمد تحياتنا لك وشكرا جزيلا. ويانا اتصال من الأخ عطا الله، تفضل يا عطا الله. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، الحمد لله. حياكم الله. عطا الله سؤالك شنو عزيزي؟ سؤالي بعد روحي سيدنا خدوا أخذينا أريد لك يعني جواب حسب. إذا شخص أعني عشيتي أعني مثلاً ويندات بطن مرة ومرتين وثلاثة وعشرة، ويجيني واحد ويهددني بدور بيتي ويحتدي علي ويغلق علي، هل يجوز لي أقتله أنا أو لا؟ تقتله؟ أي يجوز لي أقتله لو لا بالشرع يعني من الله، الله يجوز لي أقتله لو أتحمل. إن شاء الله تسمع الجواب، وخليك ويانا يعني قريب على التلفزيون حتى تسمع الجواب من السيد. شكرا لك عطا الله. تحياتي لك، شكرا لك. عندنا اتصال آخر، نجاوب على الأسئلة، نجاوب على الأسئلة. سيدنا لأهمية الموضوع حساسيته خلينا نجاوب. عطا الله قبل الأخ أبو محمد، تفضلوا. يقول ناس يجهلون بحقي ويؤذوني، فهل من حقي أن أقتلهم؟ إذا كان هالشكل كل واحد يأذيني أقتله، كل واحد يجهل حقي أقتله، كل واحد يحكي علي أقتله، قلت كل واحد يدوس على بطني أقتله، هذا ما صارت هذي، هذا لازم إحنا نخلص الناس كلها، ما يصير. ومن قتل نفسا بغير نفس، ومن قتل نفسا بغير نفس، يعني تقتل واحد من دون أن يكون هو قاتل، فكأنما قتل الناس جميعا. ما يجوز تقتل واحد. قل سيدنا مو ياذيني، روح اشتكي عليه، روح اشتكي عليه إلى الجهات الرسمية أو العشيرة أو كذا. أما أنه الرادع يكون القاتل، لا. مهما كبرت الأذية ومهما كثرت، مهما كبرت الأذية إلا أن يقتلك، يقتل. أو أنه مثلا على حال مفسد في الأرض. شنو يعني مفسد في الأرض؟ يعني قطع طريق ناس مؤمنين، يوقف الطريق يقتل الناس. سيدنا هذولا الإنسان المواطن العادي هو اللي يقتلهم؟ لا لا لا، حاكم الشرع، حاكم الشرع. أنا يعني المفسدون في الأرض، الذين القرآن يقول الذين يعيثون في الأرض فسادا جزاؤهم أن يقتلوا. يعني ذولا السلابة، تدرون السلابة بالطريق حكمهم القتل؟ بس مو أي إنسان يقتلهم سيدنا حتى. يا حبيبي
الآن سلابة واقفين بالطريق. نعم. والآن أنا في واقع هل لو يقتلني لو أقتله؟ لحظة المواجهة هاي. بلا إشكال. نعم. بلا إشكال. فالسلابة الذين يعيثون في الأرض الفساد، أما أنا عنده مشكلة وياي يا ديني يشيع علي الشائعات يسقطني بين الناس، لا يحق لك قتله أصلا. أحسنتم سيدنا الكريم. فلاح تفضل يا فلاح. بس وخر عن التلفزيون تماما، نصي صوت التلفزيون واسمعني بس من التليفون. تفضل فلاح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدعم ليس بدون غير يعني عمر 13 سنة. نعم. اي لقيت فلوس 130 ريال. زين. انتظرت صاحبي. شلون عفوا؟ انتظرت صاحبي. انتظرت اي. جوزدان فلوس لاقي فلوس. جوزدان بشي شنو؟ جوزدان له هيك منثورات يعني لو شنو؟ لا منثورات مو جوزدان. واضح. فانتظرت اسبوع وبعدين صرفتين على نفسك؟ انتظرت شنو؟ جمعت فودان وترديني موبايل. اعلانات كتبيت؟ شنو اشتريت موبايل؟ اعلانات كتبيت؟ اعلانيت لو هيك شيء؟ انا انتظر صاحبي. صاحبي يقول من وين يدري الفلوس يمك؟ لا ما عليك شان شلون منتظر صاحبي؟ يعني يقول شنو صغير سيد عشان عمري 13 سنة ان شاء الله تسمع. ها تفضل سؤالك الثاني. ابوي يقول البيبسي حرام لو لا؟ البيبسي حرام لو لا؟ البيبسي. تمام ان شاء الله تسمع الجواب. واضح. شكرا لك على اتصالك. نرجع سيدنا للسؤال الاخ ابو محمد. احنا قبل شوية سيدنا من استوضحت من حضرتك بعض التفاصيل بلي. لانه انا احاول استقرأ ما يدور باذهان الناس. واضح. يقول السيد تعالوا اي واحد يوقف في الطريق قتله. لا مو شيء. نعم. القطاع الطريق الذين كانوا يقطعون طريق الناس بقوافل يمسكوها ياخذون نسوانهم ياخذون حلالهم، اولئك يسمون المفسدون في الارض، ذلك جزاهم انه يقتلون. اما انه انا عنده مشكله وياي خلي سيطره ما ادري كذا يريد يبتزني ياخذ فلوسي، هذا عليه حال يحتاج الى حكم شرعي. واضح. سيدنا ابو محمد يسال ابنه مريض عقليا، يقول والدته تاخذ راتب معين واخوانه هم اللي قايمين بمساعدته، علما انه هو هم الى راتب، فيقول نقدر ناخذ راتب المعين من امه ننطيه لاخوانه؟ هذا أمر حقها، حق الأم أن تأخذ راتب معين لأن هي جتعين ابنها. سيدنا الأمهية قد ما تتحمل كل الوظائف أولادها الآخر، هي حقها تطيل أولادها لا إشكال في ذلك. حق دخل إلى بيتكم يمكن هذا الحق أن يوزع على الأفراد، فهذا من حق الوالدة أن توزع. طيب الأخ المتصل الأخ فلاح سيدنا سأل عن سؤالين. طبعا الأول قال منش أنت صغير لقيت مبلغ من الأموال وحسب الظاهر ما تصرف شرعا بشكل صحيح وياه. إذا كانت الفلوس منثورة يعني شيء مرمية بالشارع بدون محفظة بدون علامة، هذا فقهاء مشهور الفقهاء يقول هذا إلك. مشهور فقهاء يقول هذا إلك. نعم. رزق ساقه الله إلك. سماحة المرجع الأعلى يقول لا، الأحوط أن تصدق به عن صاحبه. نعم. تتصدق به عن صاحبه. نعم. هذا الأخ يقول أنا صغير كنت وهي 133,000 دينار وأنا هيك فلوس علي حال انتظرت يجي صاحبه. شلون ينتظر صاحبه؟ ما يدري هو عندك علي حال طفولة. نعم. فراح خالد كان فلس عليه ومشتري موبايل. هسه أقول له أنت كبير يعني بالعمر، حاول هذا المبلغ 133 تصدق به عن صاحبه أفضل لك. طيب سيدنا هذه الأموال إذا كان محتمل حتى لو كانت منثورة قصدي محتمل الإنسان يقدر يتعرف على شخص يعني مثلا يعلن من اللي فقد أموال فيجون ينطوه الرقم بالضبط مثلا رقم العملات ما حد لا حافظ. لا مو رقم العملات سيدنا عفوا، يقول هل قد المبلغ اللي ضاع مثلا؟ هذه إذا أمكن أن تكون علامة جيد، وإلا فهي يتصدق عن بها عن صاحب. طيب عندنا اتصال لو شنو لو نجاوب على السؤال اللي بعده. سلمان تفضل يا سلمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أحصل السيد أسلم على السيد؟ السيد موجود ويسمعك. حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي الله يسلمك. شنو سؤالك سلمان؟ الله يحفظكم. شنو سؤالك؟ الله عزاك مصابنا سيدنا ومولانا حسن نصر الله. الله يبارك فيكم تفضلوا حبيبي. ومصابنا بإخواننا
حزب الله هذه الأباد الجماعية، ونسأل الله أن يعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اللهم آمين ويوفقك إن شاء الله يا سلمان. سؤالك لأنه عندنا اتصالات هواية يا سلمان. سيدنا عندنا عرض وقف السيد الشهداء للإمام الحسين عليه السلام. هاي الأرض ما عندنا إمكانية نبنيها. والأرض إذا بقت فارقة ما بها بنيان راح تأخذها الناس، لأن هو صارت عليها مشاكل اليوم يندع بها واحد. فأنا قلت أقدمها الشخص هو قادر يبنيها. نعم. هي وقف قلت بس شنو إحنا قلنا يعطينا هدية مبلغ هدية بس مو مقابل القاعة، قلت هدية من عندك تعطينا مبلغ مالي وهاي الأرض. وقف السيد الشهداء ما لها علاقة بال مو بيع. زين إذا ما أنطاكم هدية. إذا ما أنطاكم هذا المبلغ المالي راح تنطول الأرض لا؟ والله سيدنا نعطيها. اي جيد، اذا هاي الهديه هسه صارت هديه. هدفنا زوار الحسين، خدمه زوار الحسين، بس شوي احنا محتاجين. فسؤالك انه يصير تاخذون هاي الهديه لو لا صحيح؟ سؤالك انه يصير تاخذون مبلغ هديه او لا، هذا سؤالك؟ اي والله احنا تمام. محتاجين هاي الهديه. زين. هذا الوقف من المتولي عليه بيد من؟ الوقف هذا مسؤول عليه انا، هو الوقف هذا السيد الشهداء بس انا المسؤول عن هذا الوقف. تقول اكو نزاع عليه، تقول اكو نزاع عليه. النزاع على ان اهالي كربلاء يوم يطلع واحد مستطمعين بالقاع، انا لا عندي امكانيه لا عندي قوه اقدر. هي يعني سؤال انه هي باسمك الارض مثلا تنسجلها وقف؟ خلاص عندي سند مكتوب بيها. تمام، تسمع الجواب ان شاء الله. عندك سؤال ثاني؟ هذا هو. سلامتكم، الله يسلم السيد. شكرا لك عزيزي سلمان، تحياتنا لك. ابو محمد تفضل اخويا. ابو محمد عزيزي تفضل. ابو اخويا تفضل. توني سالتك استاذ. نعم رجعنا، اهلا وسهلا بك. العفو، انا مو راتب المعيد، راتبه هو العفو، يعني يقدر يطلنا الطبيب من عدد اخوانه. واضح 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 واضح، ان شاء الله تسمع الجواب. شكرا للإيضاح. يعني فهمتك. نعم فهمتك فهمتك، تحياتي. نعم. شكرا جزيلا. احنا نجاوب انه حبيبي ما دام الراتب للطفل هذا اللي هو معوق متخلف عقليا، ففي واقع الحال انت كولية، انت الاب وليه، فانت تشوف من المصلحة ان فلوس الطفل هذا تطيل اخوته حتى يديرون بالهم عليه، تطيل اخوته حتى يخدموه. شكرا فيه لا اشكال في ذلك، يعني صرفه فيما هو في مصلحة مولى عليه وهو الطفل، ما في شك. طيب سيدنا الأخ فلاح قبل شوية سأل سؤال يجوز البعض يشوفه سؤال غريب، يقول أبويا يسأل الببسي حرام؟ في الواقع الناس بدأوا هالشكل، أنه كل منتوج فيه دعم إلى الكيان الصهيوني نعم. فيه إشكال، فيمكن الأخ من هالباب أنه الببسي هل هو في دعم يعني دعم الكيان؟ إذا دعم الكيان فما يجوز. نعم. كما فتوى الأعلام كل ما يكون هناك دعم للكيان الصهيوني لأنه كيان محارب فلا يجوز دعم الكيان الصهيوني بأي نحو من الأنحاء، سواء كان بشراء هذه المواد أو كذا. ولكن هل البيبسي أو الكوكا كولا أو كذا هل داعمين؟ هذا لابد أن يبحثون، إن أكو مواقع وأكو يعني طرق لاستكشاف أن هذه الشركات داعمة للكيان أو لا. إذا كانت داعمة نعم فلا يجوز. أحسنتم سي حرمة، يعني وليس سي. وليس سؤالا غريبا، يعني سؤال الأخ سؤال إلى وجه يعني. أها من ناحية الدعم للكيان. دعم للكيان واضح. أم مهدي يا أنا تفضل. يا أم مهدي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا عندنا سؤال. تفضلي. انا وضعنا هذا، وضعنا جاي نشوفه نفاق. نعم. سجل واحد يحكي على واحد. نعم. يعني ناس تراقب بناس، فانا يعني من اشوفك ناس تراقبنا وتحكي علينا وما جاي احكي عنهم، يعني مثل احقد عليهم اقول يا رب ليش احنا هاي الناس دا تراقب بينا تحكي علينا، يعني حد جاي ابوس من هذا الوضع، يعني حيل مراقبه مو طبيعيه. فسؤالك شنو ام مهدي؟ هو هذا سؤالي، يقول يعني أنا من نفسي هسه يعني أنا حرام يعني. تحكين بينك وبين نفسك لو تحكين ويا الناس؟ لا أحكي بيني وبين نفسي، يعني أنا مقهورة أحكي مثلا ويا زوجي ويا جهالي. أنا هذا سؤالي، وأريد السيد يدعينا عند ابن بالسادس على النجاح وعلى الهداية.
منها بالسادس ومحتاج دعاء إن شاء الله. شكرا جزيلا أختي الكريمة وتحياتنا لحضرتك. سيدنا الأخ سلمان، بالنسبة للأرض اللي يقول هي باسمي وسويناها وقف، هو يقول سماها وقف للإمام الحسين عليه السلام، ويقول ما عندنا إمكانية نبنيها، فيقول فكرنا أنه ننطيها لشخص هو يبنيها مقابل يعني هو ينطينا مبلغ مادي سماها هدية. أنا شوية شاكست الأخ، قلت له يعني إذا ما انطاكم هذا المبلغ تنطوا الأرض لو لا؟ قال إيه ننطيه إياه لأن هي للحسين. إيه بس هي في واقع الحال جناب الأخ عنده قطعة أرض يقول باسمي، يقول أنا وقفتها لخدمة سيد الشهداء وزواره، ولكن لأنه ضعيف ماديا، ثانيا هم ضعيف اجتماعيا، جهات جايردون يستولون على الأرض وعندهم نفوذ، فهو خايف. نعم. راح شايف واحد قوي عنده فلوس، قال الحجي أنا أشيل إيدي عن هالقاع والتولية والكذا كلها أعطيها إليك بشرط أن هذا يبقى وقف لزوار السيد الشهداء وأنت تبني، ولكن انطيني في مقابل رفع اليد هذه انطيني شيء. نعم. في مقابل رفع اليد لا إشكال فيه، في مقابل رفع اليد لا إشكال فيه، باعتبار أنه يقول يا أبا هذا أنا أعطيك الحق إليك بإزاء مبلغ، هذا لا إشكال فيه بحد ذاته. طيب اتصال من ابو مصطفى، تفضل يا ابو مصطفى. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام نيابه عن السيد. عليكم السلام عيني. تفضل ابو مصطفى. يا سيد سؤالي اكو بالفتره الاخيره صار اقبال على شراء القطع بالمقابر النموذجيه. نعم. واحنا اشترينا قطعه وسويناها اقساط. نعم. زين، فاكو اشكال يعني بالاصل انه نشتري قطعه هناك بالمقابر النموذجيه؟ شلون يعني؟ وأكو إشكال شرعي بالأقساط؟ أنا مو واضح عندي سؤال، واضح عند حضرتك سيدنا السؤال؟ واضح. واضح سؤال؟ تمام، إن شاء الله تسمع الإجابة أخوي أبو مصطفى، تحياتي إليك، شكراً. الأخ سيدنا أو الأخت أم مهدي اتصلت قبل الأخ أبو مصطفى وسألت تقول أنا مرات من ألمي النفاق الاجتماعي والدجل الناس اللي حوالي، فبيني وبين زوجي وبين أبنائي أحكي عليهم وأحقد، هي قالت كلمة أحقد عليهم، فهذا بي إشكال شرعي في واقع الحال. أستاذ مرتضى، نعم سيد، أكو مشكلة اجتماعية وهي أنه بعض الناس فضوليين، فضوليين في شأن الناس، ايش سووا وشكلوا وش اشتروا وش جابوا وين سافروا من وين يجيبون من وين يحصلون شلون يلبسون، هذا في واقع الحال مزعج، يعني يراقبون الناس مراقبة مزعجة. طبيعي هذا اللي يراقب مو صحيح، يعني أكو الروايات تنهى أنه لا تراقب الناس، أنت شو يخصك بالناس؟ وعندنا رواية تقول من راقب الناس ما تهمن، يضوج كل يراقب الناس من وين جابوا وش ليش أكلوا وأنا ليش ما عندي وذا، يعني يتأذى. نعم. فهذا إلا مو زين. ثانيا المراقب يتأذى يشوف أكو واحد بس، فش نسوي؟ هاي حالة، حالة موجودة من خلق منذ أن خلق الله آدم. اللي أقدر أسويه أن أنا لا أظهر ذلك للناس حتى أسد عيون الناس، مو بالضرورة اشتريته في الشيء تقولون، مو في الضرورة عندكم شيء تصورون، شايفين بث مباشر نحن الآن في فلان مكان الجبال اللطيفة على شنو؟ على شنو؟ ارتاحت، ارتاح لنفسك انت واطفالك، ماكو داعي الناس كلها يدرون انت مرتاح، لان اكو ناس ما يحبون راحتك، راحوا يحسدوك، راحوا على حال يوجهون بعض النظر الغير يعني الغير المريح لك، وحياتك تصير منفوسه، حياتك فيها نكد. فإحنا ما لازم نعطي مجال، يعني إحنا ما لازم نعطي ذريعة الناس يراقبونا، هذا أمر. ثانيا من زعجة انزعاج لا إشكال في ذلك، ولكن لا يصير غيبة. أنا والله أجيب أسماء، منو قال يدور يراقبوا أولا؟ وإذا يراقبون قولي لهم والغيابة ما يجوز كذا، ما تحشين عليهم عنوان غيبة هذا في إشكال. أحسنتم سيدنا، شكرا جزيلا. عبد الحسين ويانا، تفضل يا عبد الحسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلم على السيد فلاد. تفضل السيد يسمعك. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. سيدنا الله يوفقك إن شاء الله ويديمك.
الله يبارك فيكم، تفضلوا. شنو سؤالك عبد الحسين؟ نعم. عندنا المواد 140 نعم ينطون حتى ملايين الدولة. نعم. المهجرين احنا اللي هجرنا من نظام سابق. نعم. ودا استلمناه يعني اقدر انا اتصرف فيه بكون عندي اولادي وعائلتي سيدي يعني حاله ماديه صعبه بشلون فاقدر يعني اعطي ولا اخذ اكثر من 10 ملايين عفوا هن 10 هن 10 ملايين لك شخصيا وتريد تنطيهن لعائلتك هيك السؤال؟ بالضبط يعني عندي اولاد مثلا واضح حجي واضح واضح تمام سؤالك واضح سؤالك شكرا واضح. لك على اتصالك اخوي عبد الحسين تحيات ان شاء الله تسمع الاجابه على هذا السؤال ابو مصطفى قبل عبد الحسين سيدنا سالنا عن موضوع شراء المقابر والاقساط انا ما فهمت السؤال ما في مشكله حضرتك شراء المقابر النموذجيه او في المقبره النموذجيه ما في مشكله خصصت لدفن الموتى وتباع فلا اشكال في الشراء يعني لا اشكال فيه تشتري نقد تشتري بالأقساط تشتري نقد أرخص تشتري بالأقساط أغلى هذا عادي يعني جدا ولا إشكال في ذلك نعم وحتى إذا باعها يعني بالنسبة للأخ أبو مصطفى نعم. عبد الحسين سيدنا عنده مبلغ من الدولة يجي بالقانون 140 يقول أنا يصير أنطي لأبنائي وعائلتي أخي الكريم هذا الاستحقاق للمهاجر والمهجر أنت مهاجر ومهجر أنت وهو إلك يعني أولادك مو مهاجرين ومهجرين أنت المهجر ومهاجر فهو مال لك تعطي لأولادك تعطي جيرانك تعطي لأحبابك تعطي كذا هذا شأن يرجع إليك أحسنتم سيدنا عندنا اتصال عندنا مشاركة طيب تحولوا لي رسالة يا أخوان حتى نقراها عندنا هذه أسئلة سيدنا سؤال يقول هل يحكم ببطلان من قلد غير الأعلم مع احتمال عدم توفر بعض الشرائط المعتبرة في التقليد في شخص الأعلم؟ في الواقع التقليد غير الأعلم خلاف الاحتياط خلاف الاحتياط وإذا كان فتوى غير الأعلم نعم. تنافي فتوى الأعلم يعني غير الأعلم قال هذه الصلاة مو واجبة أو هنا مثلا صلاة قصر الأعلم يقول لا الصلاة تمام أو الصلاة واجبة وخالفت وكان مدرك ودليل الأعلم أقوى من دليل غير الأعلم فهنا قد نقول ببطلان أعماله بطلان أعماله فلذلك لابد أن نبحث عن الأعلم أعلم الفقهاء ونرجع إليه في فتاوى أحسنتم سيدنا أيضا رسالة أخرى امرأة أمرها الطبيب أن تنام على ظهرها لمدة أسبوعين حفاظا على حملها فهي تستطيع أن تصلي وهي نائمة ولكن سؤالها في الوضوء فهي لا تستطيع أن تمسح رجليها حال الوضوء السؤال هل تنتقل وظيفتها إلى التيمم أو يمسح لها شخص آخر أو أنها تجمع بين الوضوء بالقدر المستطاع مع التيمم إذا لا يمكن لها أن تتوضأ أصلا ولا ما تقدر تشيل رجلها كأبدا وممتنع عليها فهنا يأخذ أحدهم يأخذ رطوبة يدها ويمسح نعم والأحوط أن تجمع بين التيمم وهذا الوضوء طيب سؤال آخر سيدنا ما حكم لبس البوستيجة باروكة الشعر الثابتة وما تأثيرها على الوضوء علما أن في مقدمتها يوجد لاصق ثابت يزال كل أسبوعين أو أكثر فما حكم تأثيرها على غسل الجنابة هل يعتبر ذلك مبطلا للوضوء والغسل هذا السؤال لابد أن يصير مقطع يصير مقطع وينشر ومن زمان أنا منتظر هيك سؤال هذه اللي جاي يصير الشعر حسب تعبيرنا الصناعي اللي يوضع على الرأس ويلصق هذا تدرون أنه في الغسل ما يوصل الماء إلى تحته إلى تحته ما يوصل الماء فإذا ما يوصل الماء ولو بقدر نص سنتيم ما يوصل الماء تحته فالغسل باطل وإذا كان الغسل باطل الصلاة باطلة وإذا كان الإنسان في الحج طواف باطل وإذا طواف باطل حج باطل فشوفوا شقيد هذا
الباروكة اللي يخلوها على الرأس أو القطعة الشعر اللي يخلوها ويلصقوها فيها مشاكل دينية، مثل هاي الأظافر الصناعية، أظافر الصناعية اللي يلزقوها الأخوات، هذه غسلها وضوءها باطل، لأن تحت هذا الأظفر ما رح يوصل مي. الرموش، هاي الرموش الاصطناعية، لما تخلي الرمش الاصطناعي هذا ما رح يوصل المي تحت مكان الرمش الاصطناعي الملسوق على المكان اللي لاصق عليه. أيضا وضوءها رح يكون باطل، وغسلها أيضا باطل، وصلاتها باطلة، وحجها باطل، وعمرتها باطلة. فرجاء فيما يرتبط بالباروكات اللي الآن صار موضة، يطلعون يا بشوف هذا شلون يخلي لك شعرك هيك كذا، ما يخالف، إذا هذا أنا أقدر كل ساعة أشيله وأتوضى وأركبه وأروح للشارع، ما في إشكال، إذا كان يعني يومية أقدر أشيله وأتوضى أو أغتسل وألبسه ما في إشكال. أما إذا كل أسبوعين وهذا اللاصق نايم على ظهر على جلدي وما أقدر أزيله والماء ما يوصل، يعني أنا في الواقع مشكلة الوضوء عندي ومشكلة الغسل عندي وصلاتي وعبادتي فيها إشكال. هذا بثوه وهذا انشروه. نعم أحسنتم سيدنا. أيضا من ضمن الأسئلة سؤال، السلام عليكم. عندنا اتصال أول. أم حسن ويانا، تفضلي أم حسن. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سيدنا الله يحفظك إن شاء الله يحفظكم ربي. بس نصينا نعم. صوت التلفزيون أم حسن، نصينا صوت التلفزيون أو ابتعدي نعم. عنه، روحي بمكان ثاني، سمعنا نعم. بس من التليفون. يلا نعم. سؤال حضرتك أم حسن. سؤالي عندي ابن شهيد. نعم. وعندي كرت مال في أقبض راسه، بس أنا مو أنا اللي أقبضه، زوجي يقبضه وزوجي هم يقبض راسه. نعم. فأنا محرومة من هذا حقي. يعطيني 50 بالشهر. فما يكفل 50. 50,000 يعطيني بالشهر، فما يكفل 50. نعم. وبينما أنا يعني تعبت وأمشي بالمعاملة مالتي. سؤالش واضح الجي. سؤالش واضح. طيب. هذا حلال حرام سؤال علي أنا ما بتوب يبني. إن شاء الله راح تسمعين الجواب حجيل. على هذا السؤال أم حسن. حجيل لأن الوقت تأخر. عندي السؤال العفو سيدنا. أكو سؤال آخر. عندي سؤال ثاني. ظاهر فقدنا اتصالات. شوف حجية. عوائل الشهداء واستحقاقات الشهداء وعوائلهم. بحسب القانون أنه يوزع على من؟ يوزع على ذوي الشهداء، يعني أم الشهيد وأبو الشهيد يأخذون هذا الراتب إلى الأم والأب، يعني تقدرين أنت ترحين لمؤسسة الشهداء، السلام عليكم، عليكم السلام، أنا راتبي اللي كله أنتوا جاء تسلموه إلى زوجي 1,200,000 تسلموه زوجي، زوجي جاء أخذه ما يعطيني، فهم المؤسسة راحوا شو يسوون؟ يعطوك كي كارت خاص إلك، راح يقسمونه، يعني بالأساس يروح 600 إلى زوجك 600 إلك، يعني روحي اشتكي. سواء يقول يا سيدنا يعني شلون تشتكي على زوجها، يعني يقول يا أبا أنا أريد أن تفصلون الراتب بيني وبين زوجي لأنه ما جاي يعطيني استحقاقي، هذا ما يعني حقك، هذا حقك وتقدرين أن تستنقذيه بهالطريقة. أحسنتم سيدنا. سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، شكرا كريما لحضرتك على كل ما تفضلت به. سلمكم الله تعالى، بارك الله بكم ونصركم الله أجمعين إن شاء الله. شكرا جزيلا سيدنا. الشكر أيضا موصول لكم إخوتي الكرام أخواتي الكريمات على طيب المتابعة، لنا لقاء إن شاء الله الأسبوع المقبل في خير وعافية. شكرا، في رعاية الله وحفظه.